السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب. النهاردة معادنا مع تالت فيديو من سلسلة Your Guide to IT Part 3. تمام. سريعا كده نستذكر كده بعض الحاجات اللي احنا ناقشناها في الفيديوهين اللي فاتوا. في أول فيديو احنا ناقشنا ازاي تبتدي الكارير بتاعك، الجوانب اللي انت لازم تهتم بيها. اتكلمنا لازم تهتم بجوانب اللانجوج، تهتم بجوانب السوفت سكيلز، زائد جوانب التكنيكال في المجال اللي انت عايز تتخصص فيه. اتكلمنا عن النتورك، اتكلمنا عن الشركات اللي بتشتغل، بعض الشركات اللي بتشتغل فيه، اتكلمنا عن سيسكو، مايكروسوفت. تمام. اتكلمنا ازاي شهادات مايكروسوفت، شهادات سيسكو، ازاي تبدأ فيهم. في الفيديو التاني اتكلمنا عن الانفورميشن سيكيورتي، واتكلمنا فيه بتفصيل اكتر، والشهادات اللي بتقدمها شركة اي سي كونسل فيها. واتكلمنا برضو ان سيسكو برضو بتقدم شهادات في السكيورتي، واتكلمنا عن الفروقات ما بينهم. فاتمنى يعني اللي يشوف يعني اللي لسه، فانا قلت كده يعني ده اوفر فيو كده على اللي انا قلته بالنسبه للي شاف الفيديو ده واول مره يشوف فيديو من سلسله يور جايد تو اي تي. طب احنا في الفيديو ده هنتكلم عن البروجرامينج. البروجرامينج يا جماعه واسع جدا جدا، موضوع لا يمكن يعني انا عن نفسي عشان اتكلم عن البرمجه اتكلم عن المجالات، اتكلم عن ازاي تبدا في كل مجال، اتكلم عن كل الكلام ده، مش هيكفينا 10 فيديوهات، كل فيديو مثلا 3 ساعات. حلو قوي كده. امال انت هتعمل ايه يا احمد؟ انا دلوقتي هديك الانيشال ستيبس، يعني انا هديك الجايد بتاعك في المرحله الابتدائيه بتاعتك. بعد كده انت لما تيجي تكمل المرحله الابتدائيه دي هتبتدي المواضيع تبقى مفتوحه قدامك. هتبتدي انت من نفسك تبتدي تحط لنفسك خطه، ازاي تبدا، يعني مش ازاي تبدا، ازاي تكمل، ايه اللغات اللي انت هتحتاجها، اللغات اللي انت مش هتحتاجها، ايه السكريبت، اللغات السكريبت اللي انت هتحتاجها، الحاجات دي كلها. تمام. فاحنا مش هن ديج ديبر قوي، يعني مش هنتعمق في الموضوع بطريقه كبيره لانه واسع جدا جدا جدا، واسع جدا. تمام. يعني بعض يعني هنقول بعض الخطوات اللي انت تاخدها قبل ما تبتدي فعلا وجديا في البرمجة. اول حاجة لازم تتعلم ازاي تفكر بطريقة منظمة وطريقة منطقية. البرنامج، انت لما تيجي تتعامل مع برنامج، لما تيجي يعني تعمل سوليوشن لكلاينت او كاستمر، مثلا كاستمر جالك والله قال لك انا عايز برنامج عشان اكسس بيه على قواعد البيانات بتاعت الشركه بتاعتي، وعايز برنامج يعمل، عايز برنامج ادخل عليه البيانات بتاعت المبيعات والمشتريات والحاجات اللي هي بتاعت الشركه دي. تمام. الكاستمر بيقول لك انا عايز كذا 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 كذا، انت ما عليك الا انك انت تلاقي سوليوشن يعني برنامج تحلله بيه المشاكل اللي هو عايزها بطريقه منظمه وطريقه منطقيه. فانت لازم تعتمد على، يعني لازم تهندل دماغك ان هي تفكر بالموضوع بطريقه منظمه. اهم حاجه في البروجرامر، يعني اهم كواليتي لازم تكون موجوده فيه، ان هو لازم يكون منظم، لازم يكون منظم. لان انت بتيجي تتعامل مع برامج كبيره، برامج معقده، مش هتعرف تطلع بره التعقيدات دي، او مش هتعرف تحل التعقيدات دي. يعني تيجي تعمل مثلا برنامج اكسس على قواعد بيانات، برنامج مثلا في يعني اوبجكت اورينتد بقى، ومتصل بيه كذا برنامج مع بعض ومش عارف ايه، هتدخل في دايره مش هتعرف تخرج منها الا لما تكون منظم. اما تكون منظم، طب دي اول حاجه. familiarize yourself with thinking in an organized and logical way. طب تاني نصيحه، لازم تستحمل متاعب الطريق. لازم تستحمل متاعب الطريق. انت في يعني البرمجه مش هتوصل لها في شهر، مش هتوصل لها في شهرين، مش هتوصل لها في سنه. انت البرمجه دي بالظبط عامله زي، يعني انت عمال تبني جسمك، انت وانت صغير اما اتولدت ما كنتش بتعرف تمشي، بعد كده بدات تمشي، ما كنتش بتشرب لا ميه، ولا ما تيجي المولود اللي لسه متولد لا بيشرب ميه في الاول ولا بياكل. تمام. بس يوم عن يوم، يوم عن يوم بيكبر، يوم عن يوم بيشرب ميه، يوم عن يوم بياكل، بقى بيعرف يمشي، بقى بيعرف ينطق حرفين ثلاثه.
كلمتين ثلاثه، بعد كده بقى بيعرف يتكلم. حلو. فالابيلتيز بتاعت الانسان من اول ما اتولد لحد ما بقى شاب بتمر تدريجيا، جرانيولي كده بتمر تدريجيا. انا كل يوم اكتسبت خبره معينه، هكذا البرمجه، هكذا البرمجه. انت حتى في في مجال الشبكات او مجال الانفورميشن سكيورتي، ما في يعني انفينيتي النولج، النولج فيها انفينيتي، ملهاش حدود. فالبرمجه ملهاش حدود. انت تخصصت مثلا في الويب ديزاين، انت كل يوم هتقابل تكنولوجيز جديده بتنزل. امبارح انا كنت ببرمج بالاتش تي ام ال سي اس اس مش عارف ايه، النهارده نزل اتش تي ام ال 5 اكس اتش تي ام ال. فانا يعني فانت لازم تستحمل في البدايه، البدايه تبقى صعبه، بس بعد كده هتلاقي نفسك بعد مثلا 6 شهور سنه هتبتدي تلاقي الموضوع بقى، ياه ده انا عديت مرحله التعب الحمد لله، وبقيت عارف طريقي فين. وخلي بالك اما تيجي تتعلم لغه برمجه مثلا زي السي شارب او زي الجافا او زي السي بلس بلس، لغات البرمجه متشابهه، يعني لغات البرمجه متشابهه، فقط الفانكشنز بتاعتها مختلفه. يعني انا عارف الفرق كده، اللي بيتعلم انجليزي سهل يتعلم فرنساوي، سهل يتعلم اسباني، سهل يتعلم ايطالي، لان انا في النهايه، في النهايه قواعد الجرامر ثابته من هنا لهنا لهنا، بس طريقه النطق، طريقه الكلمات نطقها، بنيه الكلمات نفسها مختلفه. فهكذا البرمجه، لغات البرمجه ليها ارضيه مشتركه، ولكن الفانكشنز بتاعتها او الدوال بيعبر عنها بصيغ مختلفه. طب ماث 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 اتس يور ويبن. الرياضه، يعني اوعى تقول والله ده انا في الكليه ده انا ما بحبش الرياضه. خلي بالك الرياضه دي يعني انت كبروجرامر، الرياضه دي التمرين بتاعك، ده الاكل والشرب بتاعك. يعني انت بتاكل وتشرب عشان تبقى فت، عشان تبقى مثلا اللي بيلعب كوره او كده بيهتم بالاكل بتاعه، يعمل نظام غذائي ليه مش عارف ايه عشان يبقى فت. فانت الرياضه بتاعتك هي الوسيله اللي عن طريقها تقدر تنشط دماغك، لان البروجرامنج زي ما قلت محتاج انك محتاج انك تفكر فيها بطريقه منظمه، طريقه لوجيكال، طريقه منطقيه وطريقه منظمه. تمام. فالرياضه، الرياضه هتستعملها مش هتستعملها كتير في بعض بعض مجالات البرمجه هنتكلم عنها في السلايد اللي بعدها، بتحتاج الرياضة فيها. تمام. فهي يعني it's up what you've chosen، يعني متوقفة على انت هتختار اي مجال. في مجال هتستخدم فيه البرمجة، في قصدي هتستخدم فيه الرياضة، في مجالات عادي. فانا بقول لك الرياضة في اغلب المجالات هتستخدمها، ولكن يعني في مجال استخدم فيه الرياضة جامد جدا، في مجال استخدم فيه الرياضة مش قوي. تمام. بس anyway الرياضه مهمه ليك جدا. طب محتاج الاول تعرف بعض المعلومات، او بعض اللي يكون عندك معرفه بسيطه، يعني مش لازم معرفه مفصله عن الداتابيز ديفينيشنز زي التيبلز كويريز بروسيجرز. عندك داتابيز ماي سيكوال دي ممكن، يعني انت ممكن تشتغل عليها، يعني في فيديوهات بتشرح الماي سيكوال وكده. مش انا مش بقول لك ابتدي في الماي سيكوال واقعد بقى تتعلم ازاي تعمل داتابيز على الماي سيكوال ومش عارف ايه والكلام ده، بس انت انا محتاجك تاخد بعض الديفينيشنز، تتعلم ازاي يعني ايه تيبلز دي في الداتابيز، الكويرس معناها ايه، البروسيجرز. تمام. فانت لازم يعني تتعلم بعض المفاهيم الخاصه بالداتابيز. تمام. لازم تحدد انت، يعني انت هتبقى تابع، يعني انت هتتعلم اني، يعني هتتعلم هتدخل في اني مجال من لغات البرمجه. انا مش زي ما قلت يا جماعه، انا قلت الاي تي هو عامل بالظبط زي بذره الشجره، الشجره ليها كذا فرع، الفرع ليه كذا جذع. تمام. فانا يعني الاي تي هكذا، فانت مثلا رحت الفرع اللي هو النتورك، فالنتورك ليه كذا كذا سورت او كذا تايب، هكذا البروجرامنج، البروجرامنج ليها كذا تايب، فانت فيها ليها كذا نوع كذا مجال. فانت لازم تحدد هو انا هتخصص في ايه، هل هبقى ويب بروجرامنج، هل هبقى ديسكتوب ابلكيشن بروجرامنج، هل هبقى ويب بروجرامر، هل هبقى ديسكتوب ابلكيشن بروجرامر.
فانت لازم تحدد انت عايز تكون ايه عشان تتعلم عشان تبقى عارف انت هتحتاج تتعلم ايه. يعني مثلا انا مثلا عايز ابقى ويب بروجرامر، هنتكلم في السلايد اللي بعدها. في الويب بروجرامر انت لازم مثلا تتعلم اتش تي ام ال او سي اس اس او سي اس اس وهكذا. لكن انت في الديسكتوب ابلكيشن مش هتبقى محتاج تتعلم اتش تي ام ال، مش هتحتاجها، تمام؟ فانت لازم تتعلم او تقدر، يعني لازم تحدد انا هبقى اني واحد. انا يعني البروجرامرز كذا نوع، فانا اني نوع منهم، تمام؟ يبقى الستيبس بملخص سريع كده، لازم الاول تتعلم ازاي تفكر بطريقه منطقيه منظمه، لازم تستحمل متاعب الطريق، ما تستسلمش، الرياضه تهتم بيها. يعني انا مش بقول لك، يعني بمعنى دور على النت في انواع من الرياضه بتستخدم في البرمجه او في الكمبيوتر ساينس ان اول. يعني في الديسكريت ماث، يعني في رياضه اسمها ديسكريت ماث، يعني انا مش هتكلم عليها لان ديسكريت ماث دي عايزه صفحات عشان اتكلم عليها. جبر بولي، جبر منطقي، تمام؟ دي حاجات الالجوريزمز، يعني هتستخدم الالجوريزمز او الخوارزميات في لغه برمجه، يعني نوع من او مجال من مجالات البرمجه اسمه ساينتست بروجرامنج، تمام؟ هتستخدم فيه الالجوريزمز. كل الحاجات دي بتندرج تحت الرياضه الماث، تمام؟ لازم يبقى عندك بعض المعلومات عن او بعض، يعني basic definitions about مثلا الداتابيز. واسهل داتابيز ممكن تدرس فيها الديفينيشنز دي بطريقه مبسطه، بطريقه بدائيه، مش لازم تتعمق. يعني طالما انت مش هتدخل في الداتابيز استراكشر وكده، هي الماي سيكوال، تمام؟ خلي بالك ان انت كبروجرامر، خصوصا لو انت بتتعامل مثلا، لو انت قررت انك هتكمل كمبرمج للبرامج التجاريه، البرامج اللي بتدير الشركات والمطاعم وكذا، انت هتتعلم، لازم يكون عندك سب بيزكس في الداتا بيز، انك تعرف ازاي تعمل بيزك، تعمل داتا بيز على ماي سيكوال او كده، تمام؟ هكذا لو انت مثلا ويب بروجرامر، لازم انت لما تيجي تعمل مواقع داينامكس، موقع زي الفيسبوك. الفيسبوك عباره عن بعض اوامر البي اتش بي المكتوبه على اللي بتعمل اكسس على الماي سيكوال، تمام؟ فانت الداتا بيز هتتعرض لها كبروجرامر في بعض المجالات، تمام؟ فلازم يكون عندك الاول بعض المعرفه، يعني بعض المعرفه، او يعني زي ما قلت كده، ايه، معرفه بسيطه عن ال definitions في الداتابيز. وانا كتبت بعض الحاجات، يعني كتبت التيبلز في كويريز والبروسيجرز في حاجات تانية، فانت دور انت بقى. حلو قوي كده. لازم تحدد انت هتبقى بروجرامر في اي مجال من مجالات البرمجه. types of programming، انواع البرمجه. طبعا احنا عندنا هنا 6 انواع برمجه، دي اللي انا قدرت عن طريق البحث، يعني قدرت اجمعهم. وبرضو يعني انا 5 سنين بقى من اول ابتديت انا يعني في برمجه اسمها الهاكينج بروجرامنج، دي بتندرج تحت الديسكتوب ابلكيشن بروجرامنج. انا كنت يعني انا لما كنت في اولى ثانوي اتعلمت ازاي اعمل فيروسات على الفيجوال بيزك، ازاي تعمل انكريبشن للفيروسات على الفيجوال بيزك. طب يعني فانا ضمن، يعني من ضمن ما انا كنت في مجال الاي تي بقالي اهو، يعني 5 سنين، مرورا بالهاكن، مرورا بالجرافيك ديزاين، مرورا بصيانه اللابتوب، ونزلت شركات اي تي وقابلت بروجرامرز وكده، مرورا بالنتورك. فدي الحاجات، يعني دي التخصصات اللي انا خرجت بيها، لان انا حسيت ان هي موجوده في الماركت. يعني في اول نوع الويب بروجرامنج معروف. اول ما اقول لك ويب بروجرامنج، تكلمني عن ال HTML، تكلمني عن CSS، تكلمني عن PHP، MySQL، تكلمني عن بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمني عن ASP.NET. يعني الويب بروجرامنج يعني واسع وحلو، ممتع، شيق، ماديا كويس، ماديا كويس. يعني انت لو اشتغلت كويب ديفلوبر ماديا كويس، اليوم السابع ذات نفسه، اليوم السابع اشهر موقع يعني كلنا بندخل عليه، يعني من وقت للتاني والله بيحط، لو بتشوف الاعلانات الوظائف يعني هو محتاج ايه، محتاج ويب ديفلوبر. حلو قوي كده. ممكن انت مثلا لو اتعلمت كويب ديفلوبر
وتعلمت كمان الجرافيك ديزاين في الويب. تقدر تشتغل كفريلانسر على مواقع زي الاوديسك او موقع فريلانسر. يعني هو ايه المواقع، ايه الفريلانسر، ايه الكلام اللي انا عمال اقوله ده؟ بمعنى ان انت لو بتقدر تعمل مواقع مستواك كويس جدا، تقدر تعمل مواقع حسب بقى النيدز بتاعت العميل، ممكن تشتغل على الانترنت. بمعنى انا اشتغلت فتره كفريلانسر ويب ديزاين ويب ديزاينر على الـ على الاوديسك. ويعني بمعنى ايه الاوديسك ده؟ يعني تعالوا كده انا عايز اعرفكم برضو عليه. اوديسك بقالي كتير ما دخلتش عليه. طب والله، طب الديفينيشن محطوطه اهو، تعالوا نقرا. هو يعني ايه؟ لا بلاش الديفينيشن هنا، مش قوي يعني. بصوا يا جماعه، الاوديسك ده موقع توظيف. هو مش موقع انك تدور على وظيفه، لا، موقع توظيف، موقع وظائف تقدر تعملها عن طريق الانترنت، موقع وظائف تقدر تعملها عن طريق الانترنت، تمام؟ بمعنى انت مثلا، انا طلبت منك، انا واحد في امريكا صاحب شركه عايز بعض الديزاينز في يعني انا مثلا نازل يعني، او مثلا انا صاحب سوبر ماركت، نزلت بعروض الشهر ده، نزلت بعروض لبعض المنتجات عندي، وعايز اعمل لها بروشور او ديزاين جرافيك معمول على الفوتوشوب او الالستريتور ايا كان. فانا رحت كلمت ديزاينر من مصر عن طريق الموقع ده، اتعرفت عليه عن طريق الموقع ده، دخلت على الهاير فريلانسرز ولقيت مثلا احمد رافت ده جرافيك ديزاينر، فانا طلبت منه اعمل لي ديزاينز لكذا كذا 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 كذا، واديته المعلومات الكافيه. احمد قال لي طب خلاص، انا خلال اسبوع هعمل لك الديزاينز اللي انت عايزها. واحمد خلال اسبوع عمل الديزاينز دي، وراح بعتها لصاحب السوبر ماركت اللي في امريكا. فصاحب السوبر ماركت راح بعت له مثلا المبلغ اللي هم اتفقوا عليه، مثلا وليكن $100، عن طريق البنوك الالكترونيه، تمام، زي باي بال، تمام. فانت كويب ديفلوبر ممكن تشتغل على الموقع ده، يعني انت ممكن تشتغل على الموقع ده، فايند ورك مثلا، اهو فايند ورك اهو، شوف ويب ديفلوبمنت نزلت قدامي اهي، ويب ديزاين ولا ويب بروجرامنج. ويب ديزاين يعني انت بتعمل ويب ديزاين عن طريق جرافيك. ما هو خلي بالكم يا جماعه، في فرق بين الويب ديفلوبمنت والويب ديزاين. الويب ديزاين كجرافيك انترفيسز، انا الموقع ده الاول اتعمل على الفوتوشوب او برنامج اسمه الادوبي فاير وورك، صمم الاول الديزاينات اللي انت شايفها. يعني برضو انا عايز اوريكم مثلا ديزاينات انا كنت عاملها. اتمنى تكون موجوده يعني. اهي تمام. دي ديزاينات عملتها لما كنت شغال جرافيك ديزاينر. اهو مثلا ويب انترفيس، مثلا ده موقع انا كنت عامله، بيتعمل الاول على الفوتوشوب، تمام، وبعد كده واحد بروجرامر بياخده يبرمجه، تمام. مثلا ادي موقع تاني اهو، بتعمل الموقع ده. يعني انت عشان تعمل موقع الاول اهو، لحظة يفتح، اهو تمام، شيل الرولز، كلير جايدز. اللي بيحصل في مرحلة الويب، يعني قبل ما موقع ينزل لك انت كعميل، يعني مش كعميل، انت يوزر دخلت على موقع زي موقع اليوم السابع، اللي بيحصل ان في جرافيك ديزاينر بيصمم الموقع زي ما انت شايف على الفوتوشوب، بيصمم الموقع زي ما انت شايف على الفوتوشوب، تمام. بعد كده، بعد ما يصمم ده، بيسموه لاي اوت او انترفيس. بياخد اللاي اوت ده بروجرامر او ويب بروجرامر، بيقوم بقى بخل... بي... بي... بي يعني ايه، بياخد الديزاين ده وبيحوله لدايناميك. يعني انا ايه، عملت مثلا موقع اهو، هو بقى البروجرامنج ده اللي بيخلي مثلا اول ما تدوس على السيرفيسز مثلا دي،
تدخل على صفحة كذا، او البورتفوليو ده تدخل على صفحة كذا. ده وظيفة البروجرامينج البروجرامر، لكن الديزاينر هو اللي بيعمل الانترفيس دي. فهمت الفرق؟ يعني مرحلة تصميم الموقع بيمر الاول بالمرحلة الاولانية الانيشال ستيب، ان انا اعمل الجرافيك انترفيس، وبعد كده مبرمج بياخد الانترفيس ده وبيبرمجه، بيقول مثلا لو انا دوست هنا ادخل على الصفحة الفلانية، دوست هنا ادخل على الصفحة الفلانية. يا رب يكون الموضوع بيه مفهوم. فانت ممكن تتعلم الويب ديفلوبمنت، الويب بروجرامينج، وتشتغل على الاوديسك. يعني لو مستواك عالي هتلاقي شغل على الانترنت، وهتلاقي يعني هتلاقي يعني ما شاء الله فعلا ماديا كويسة جدا، ماديا كويسة جدا. يعني في نتوركينج انفورميشن سيستم اهو، ممكن ادور على وظيفة فيه، بس انا مش عارف ازاي يعني انا هعمل نتورك ريموتلي يعني. حلو قوي كده. طب نرجع تاني للسلايدز. يبقى احنا اتكلمنا عن الويب بروجرامنج، اتكلمنا عن اللغات اللي بتستخدم فيها HTML PHP CSS. تقدر تدور على النت بقى هتلاقي لغات تانية، وهتلاقي في موقع اسمه W3 Schools اهو، ده تقدر تتعلم من عليه اغلب لغات البرمجة اللي بتستخدم فيه. سكولز اهي طلعت، تقدر تتعلم عليه اغلب لغات البرمجة اللي في الويب اهو، HTML CSS JavaScript jQuery PHP SQL اهو، اللي هو HTML HTML 5 CSS CSS 3 اهو. يعني موقع فعلا عالمي، تقدر تتعلم عن طريق تقدر تتعلم عن طريقه لغات البرمجة اللي بتستخدم في الويب. حلو قوي كده. عندك تاني حاجة، تاني مجال، ديسك توب ابلكيشن بروجرامينج. ابسط حاجة، ابسط حاجة، البرامج اللي انت بتستخدمها على الويندوز، البرامج اللي انت بتستخدمها على الويندوز. انا نزلت برنامج فيسبوك ماسنجر، الياهو، دي برامج، دي برامج من نوع الديسك توب ابلكيشن بروجرامينج. يعني انت بتعمل برنامج بيشتغل على ويندوز او بيشتغل على لينكس او بيشتغل على يونكس، تمام، او بيشتغل على الاو اس بتاع ماك، بتاع الماك، ماك ابل. فدي يعني طب انا لو جيت قلت لك انت عشان تدخل في يعني فعلا ده يعني الديسكتوب ابلكيشن ده يندرج تحته، يندرج تحته كذا كذا تخصص، كذا تخصص. في يعني تخصص اسمه البلاتفورم اندبندنت او اس، او البلاتفورم اندبندنت ابلكيشنز، وفي او الاو اس ديبندنت ابلكيشن. يعني ايه؟ يعني الاو اس او الاوبريتنج سيستم اسمه كده، اوبريتنج سيستم ديبندنت ابلكيشنز، ابلكيشن بروجرامنج. يعني انت بتعمل برنامج يشتغل على نظام تشغيل انت محدده زي الاكس، الويندوز، ويندوز مايكروسوفت، تمام. او انت مخلي البرنامج ده، ما انت كبروجرامر تقدر تخلي البرنامج ده تحدد له تشتغل عليه اوبريتنج سيستم. ممكن تعمل برنامج يشتغل على الويندوز مايكروسوفت واللينكس. وفي برامج، في نوع ابلكيشنز اللي هي البلاتفورم اندبندنت ابلكيشن بروجرامنج، اللي هي البرامج اللي تشتغل على اي اوبريتنج سيستم. وملحوظه في المجال اللي هو الاوبريتنج سيستم ديبندنت ابلكيشن بروجرامنج. يعني طب يعني نفتح وورد كده عشان الناس ما تتلخبطش، عشان انا حاسس ان انتوا متلخبطين، تمام. بصوا يا جماعه، في حاجه اسمها اوبريتنج سيستم ديبندنت ابلكيشن بروجرامينج، تمام. في حاجه تانية اسمها بلاتفورم ديبندنت اندبندنت ابلكيشن بروجرامينج. ده خلي بالكم يا جماعه، ده بيندرج تحت ايه؟ ده بيندرج تحت الديسكتوب ابلكيشن بروجرامنج. الاوبريتنج سيستم ديبندنت ابلكيشن بروجرامنج ده برنامج انت بتصممه مثلا يشتغل على اكس، مثلا ويندوز 8 او 7 او اكس بي فقط.
يعني بيستخدم على الويندوز اللي عامله الاوبريتنج سيستم. ما هو ويندوز ده اللي انت بتستخدم ده اوبريتنج سيستم على مايكروسوفت، يستخدم بس في الويندوز بس، او ويندوز ولينكس، يبقى ده بيندرج ليه النوع الاولاني. طب لو عملت برنامج يشتغل على اي اوبريتنج سيستم، اي اوبريتنج سيستم، ده البلاتفورم اندبندنت ابلكيشن بروجرامنج. يا رب يكون مفهوم. طبعا لغات البرمجه اللي فيه كتير، عندك الجافا، عندك السي بلس بلس، السي شارب، البايثون، برامج السكريبتس، وهنتكلم عن الفرق بين البروجرامنج لانجويج والسكريبتنج لانجويج، هنتكلم عنها ان شاء الله بعد يعني في السلايدز الجايه. طب في تالت حاجه ديستريبيوتد ابلكيشن بروجرامنج، مجال واسع جدا، يعني اللي هو ديستريبيوتد ابلكيشن بروجرامنج ده بيستخدم لو انت في شركه، الشركة دي يعني طب تعالى مثلا مثلا نفتح الون نوت، لا انت لسه موجود. ادي في شركة مثلا هنا، ادي جهاز كمبيوتر، شركة، أدي جهاز كمبيوتر وأدي جهاز كمبيوتر، تمام. أدي السيرفر، السيرفر ده اتكلمنا عنه 100 مرة في الفيديوهات اللي قبل، في الفيديوهات اللي قبل كده. السيرفر ده جهاز رئيسي بيوجد في المؤسسات، بيحوي كل المعلومات المهمة الموجودة في المؤسسة دي، يعني شركة بيحوي كل المعلومات المهمة الموجودة في الشركة. ادي جهاز كمبيوتر اهو، وادي جهاز كمبيوتر اهو مثلا، يعني ادي سيرفر. فرضا السيرفر ده فيه قواعد، في قاعده البيانات الخاصه بالموظفين، الخاصه بالعملاء بتاعت الشركات وهكذا، بتاعت الشركه الموجوده فيها السيرفر ده. فانا عشان اخلي مثلا الموظف اللي قاعد على الكمبيوتر ده عايز يدخل على السيرفر، عايز يدخل على يعمل اكسس على السيرفر عشان ياخد معلومه من قواعد البيانات دي ويطلع تاني. قواعد البيانات سواء متصممه على الاوراكل او السيكوال محتاجه برنامج اقدر اتعامل بيه مع قاعده البيانات دي، محتاج برنامج اقدر اتعامل مع قاعده البيانات دي، وبرامج معقده، برامج كبيره، برامج يعني ما تصممش كده، يعني اقل مدة ديزاين لبرنامج بيتعامل مع قواعد البيانات اللي موجودة في الشركات وكده ياخد له مثلا في حدود مثلا 3 شهور، فحاجة صعبة يعني. فأنا بتكلم إن المجال ده ديستريبيوت أبلكيشن بروجرامينج أدفانسد قوي، يعني مش أول ما تبتدي في البرمجة تقول إيه خلاص أنا قررت أبقى ديستريبيوت أبلكيشن بروجرامر، لا لازم تمر بكذا مرحلة قبليه. اتعلم يا سيدي الأول الويب بروجرامينج، انت خدت كده ايه، عرفت البروجرامر بيفكر ازاي، بعد كده انقل السكيلز بتاعتك على الديستريبيوت ابلكيشن بروجرام، تمام. انا بحاول والله يا جماعه، يعني انا بحاول، ممكن يكون في بعض الكونسبتس مش مفهومه فاحنا هنناقشها في الجروب، بس انا مش عايز يعني اغطس قوي، يعني انا الديستريبيوت ابلكيشن بروجرامنج ده عشان افهمه لكم قوي، يعني يبقى عندك انهانسد نوليدج عنه، اقل حاجه ساعتين عشان اقدر اكلمك عنه. طب في حاجه اسمها لايبرري بلاتفورم فريم ورك كور، لايبرري بلاتفورم فريم ورك كور بروجرامنج، ده بالظبط يعني انت بتكتب بعض، انت بتكتب اكواد مش عشان برنامج معين انت تعمله، لا انت بتكتب اكواد عشان غيرك من البروجرامرز يستعملوه، غيرك من البروجرامرز يستعملوه. ادخل على الفيجوال ستوديو في اللايبراري مثلا في السي شارب هتلاقي اكواد جاهزه مكتوبه، فالاكواد الجاهزه المكتوبه انت ممكن تبقى متخصص في انك تكتب اكواد، متخصص في مجال من مجال البرمجه، مجال البرمجه اللايبراري بروجرامنج، انت تكتب اكواد وتبيعها بحيث ان غيرك يستعملها، بحيث ان غيرك يستعملها، تمام.
في السيستم بروجرامنج والبروجرامنج ساينتست. يعني انا يعني البروجرامنج ساينتست ده عامل زي ايه؟ عارفين يا جماعه مثلا هو ايه الفرق ما بين السي والسي بلس بلس؟ في السي عيب من عيوبها اللي هي ما فيهاش الاوبجكت اورينتد، فالسي بلس بلس نزلت بالاوبجكت اورينتد، هي اصدار احدث من السي بس نزل فيها مثلا الاوبجكت اورينتد. طبعا انا مش هتكلم عن اوبجكت اورينتد لان ده يعني ده بحر، ده بحر. يعني انت عشان تفهم يعني ايه اوبجكت اورينتد لازم اصلا تفهم الاوبجكت اورينتد بيشتغل ازاي. يعني من الاخر عامله زي ايه بالظبط؟ انا في مجال الشبكات عرفتك فكره عن مجال الشبكات، اديتك اوفر فيو عليها من غير ما اخليك ازاي مثلا تكونفيجر راوتر او تكونفيجر سويتش او كده. لكن تخيل عشان تتعلم الاوبجكت اورينتد لازم اعلمك ازاي تعمل الاوبجكت اورينتد ده. تمام، عندك ايه البروجرامنج ساينتست؟ يعني البروجرامنج ساينتست ده بيعمل ايه بقى؟ لو انا دلوقتي عصب، فالبروجرامنج ساينتست يعني احنا اتكلمنا عن ان مثلا انا السي، الفرق بين السي والسي بلس بلس، ان السي بلس بلس مثلا اضفت لي الاوبجكت اورينتد، الاوبجكت اورينتد ابيلتي. تمام، مين اللي اضاف، مين اللي عمل الموديفيكيشن، مين اللي عمل الموديفيكيشن ما بين السي والسي بلس بلس وبين السي بلس بلس والسي شارب؟ ده البروجرامنج ساينتست. انت بقى مش بتعدل على برنامج، انت بتعدل على لغة البرمجة ذات نفسها. تمام، هنط على السلايدز التاني. بعض ايه النصايح كده. اول حاجة، يعني طبعا يستحسن ان انت تدور على المفاهيم اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو على النت. لازم تنمي، لا يا جماعة لازم تنمي ما مف... لازم تنمي قدرتك على انك تدور على الانترنت، لازم تنمي الموهبة دي. ازاي تدور؟ انا في السي سي ان اي خدت كور، يعني خدت حصة سيشن كامل ازاي تدور على التكنيكال انفورميشن اللي بتقابلك في الماركت. يعني انا اتعلمت مثلا سي سي ان اي، انا نزلت لقيت قابلت مشكلة انا عمري ما سمعت عنها قبل كده. قابلت مثلا راوتر انا ما اتعلمتش ازاي كونفيجر عليه، انا اول مره اشوف الراوتر ده، فبدور على النت. فلازم يعني لازم تنمي موهبه انك ازاي تدور على النت. انت عايز يعني انا عملت الفيديو ده قبل ما احضره، يعني وانا بحضر الفيديو انا عملت ريسيرش على الانترنت عن البروجرامنج والمجالات ومش عارف ايه والكلام ده. فلازم تنمي الجزئيه دي جواك. الطريق طويل والبرمجه ملهاش نهاية، برمجة ملهاش نهاية، ده طريق انفينيتي بتمشي فيه زي ما اتكلمنا في السلايدز الأولاني. ابتدي بإنك تتعلم السي شارب الأول وبعد كده الجافا، أو تتعلم الجافا الأول وبعد كده السي شارب والسام سكريبتنج لانجوج زي البايثون أو الروبي. ملحوظة، هو إيه الفرق بين السكريبتنج لانجوج والبروجرامينج لانجوج؟ إيه الفرق بين لغة السكريبت؟ يعني إيه سكريبت ويعني إيه لغة برمجة؟ دول الاتنين دول مفهوم مختلفين. السكريبت اصلا هو عباره عن مجموعه اكواد مكتوبه بواسطه لغه برمجه معينه زي جافا، بستخدمها في البرنامج عشان يعمل وظيفه معينه. يعني على سبيل المثال انا عملت مثلا سكريبت لبرنامج بتاع مشتريات، انت مثلا العميل مثلا ابسط حاجه العميل دفع لي مثلا 30 جنيه وحسابه 28 جنيه، فانا عايز اخلي اول ما ادخل البرنامج ان العميل دفع 30، الحساب اصلا 28، فالبرنامج يطلع لي اوتبوت ان الباقي 2 جنيه. فانا عملت، عايز اطبق الفكره دي على كذا برنامج بعمله، فانا بعمل سكريبت لانجوج عشان يعمل لي الامر ده، عشان يعمل الامر ده بدل ما كل شويه اكتب الكود ده. لا خلاص، انا بقى عندي سكريبت اقدر انسخه كوبي بيست في البرامج التانية اللي انا بعملها عشان يؤدي نفس الغرض. بس ده ايه؟ ده مثال بسيط.
لكن السكريبت ده عبارة عن مجموعة أوامر، يعني أكواد، مجموعة أكواد بتنفذ ايفنتس مختلفة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الرابي، مثلا في الرابي او البيرل دي مثلا دي لغة، يعني الرابي او البيرل دي لغة سكريبت، تمام؟ محطوطة بواسطة، يعني هي محطوطة بواسطة لغة برمجة معينة عشان تنفذ لي حاجات في، يعني انا عملت مثلا برنامج عايزه، يعني على سبيل المثال في الكلية بتاعتنا، هو ازاي في الكلية بتاعتنا بيعمل الترتيب الأبجدي على دفعة فيها أكتر من 2000 واحد؟ هو من الآخر بيدخل الأسماء عشوائيا ساعة التقديم عشوائيا، وفي عمل برنامج سكريبت أو سكريبت بيرتب إيه الأسماء دي أبجدية، بيرتب الأسماء دي أبجدية، ده سكريبت. وتقدر برضو تدور على النت لأن برضو الفروقات ما بينهم كتيرة. حلو قوي كده. وظيفة البروجرامر مطلوبة جدا في جميع أنحاء العالم، يعني خصوصا أمريكا، مرتباتهم عالية، مرتباتهم فعلا بجد عالية. وأي حاجة في الأي تي طالما أنت وصلت للماستر أو وصلت للبروفيشنال ستاندرد فعلا هتتقدر ماديا. اليوتيوب ممكن تقدر تبتدي لو أنت اتعلمت سي شارب مثلا، هتلاقي كورسات كتير على اليوتيوب، بعد كده تنط للكتب، تنط للكتب. بس أنصحك الأول تتعلم فيديوهات في أي لغة برمجة أنت عايزها، وبعد كده تقرأ كتب. جامعة القاهرة أو هندسة القاهرة بالتحديد بتعمل في أجازة الصيف كورسات في البرمجة تقدر تلتحق فيها، ما بتزيدش عن 300 جنيه. إحنا خلصنا، فاضل حاجة عايز أتكلم عنها، السي سي إن إيه. بعض الناس سألتني مع إني اتكلمت في الموضوع ده كتير، أبتدي إزاي؟ ولا بتاخد كورس بره ولا فيديوهات ولا مش عارف إيه. يا جماعة السي سي إن إيه ثمن الامتحان $295، يعني 2200 جنيه او 2100، في حدود في الحدود دي، في تقريبا 2100. في منح بتاخد بيها كورس سي سي ان اي زائد، وبتبقى على اجهزه وراوترات سيسكو الحقيقيه، يعني انت مش هتستعمل برنامج الباكت تريسر او جي ان اس 3، لا انت هتتعلم على اجهزه حقيقيه، تمام؟ زائد الامتحان ب 2200 مثلا او 2100، يعني انت كانك خدت كورس مجاني ودفعت ثمن الامتحان. حلو، فانت ليه هتحضر في البيت وتروح تدفع نفس الرقم؟ طب ما تدفع الرقم ده في شركه مثلا تديك الامتحان والكورس بنفس الثمن، زائد ان الشركه بتعمل لك تكنيكال سبورت، يعني بتعمل لك التكنيكال سبورت. يعني انا لو عايز احضر سي سي ان بي في البيت ومحتاج يا سيدي اتمرن على راوترات والسويتشات سيسكو الحقيقيه، طب الشركه اللي انت خدت عندها سي سي ان ايه المفروض تخليك تديك الابيليتي انك تتمرن على الراوترات والسويتشات بتاعتها وانت بتحضر سي سي ان بي، حتى لو بتحضره في البيت من غير ما تدفع لهم ولا مليم. وكذلك في السي سي اي اي، ففكروا في الموضوع ده. كورسات سي بي تي ناجتس يعني اكتر كورسات هتخليك، يعني هتعلمك فعلا النتورك فاندمنتالز كما انزلت. ابعد عن الكورسات العربي، ابعد عن الكورسات العربي. وفي كتاب ارشحه لكم، الكتاب ده هو سي سي ان اي راندوم سويتشنج ستادي جايد، تود ليمون. الاكزام ده كود الاكزام بتاع، يعني انت ممكن في السي سي ان ليها نظامين، ممكن تمتحن امتحانين 100 101 200 101، او تمتحن امتحان واحد فقط، تمام؟ الكتاب ده برضه هيفيدك جدا، وانا عندي ماتيريال لسيسكو، يعني عندي ماتيريال لسيسكو ومايكروسوفت كمان، وعندي البرامج اللي هتقدر تستخدمها في مرحلة التدريب بتاعتك. فأتمنى يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتم منه، وإلى اللقاء مع فيديو رابع إن شاء الله من سلسلة Guide to IT. أنا بفكر أعمل لكم فيديو How to improve your English. بعض الناس سألتني فيه أخد كورس بره ولا ما أخدش مش عارف إيه والكلام ده، فأنا إن شاء الله هعمل كورس، يعني قصدي هعمل فيديو يتكلم عن إزاي يعني How to improve your English. أشوفكم على خير إن شاء الله.